في حلقة جديدة اليوم على قناتكم ديزاتاك. لاحظت كثير من الناس هذه الأيام يسألون عن إدماج عقود ما قبل التشغيل، أسئلة كثيرة خاصة بالنسبة إلى الدفعة الأولى أو الدفعة الثانية والدفعة الثالثة. بعد بحث بسيط على شبكة الأنترنت الخاصة بي وجدت لكم قناة يوتيوب، قناة الأخ مستر صلاح، أخبار الساعة للتوظيف. ستجد في هذه القناة شروحات كثيرة ومفيدة جدا، خاصة بالنسبة إلى إعلانات التوظيف، استدعاءات المسابقات، عروض عمل، مسابقات الأساتذة. صراحة القناة جميلة ومميزة جدا، ستجد فيها كل الأخبار الحصرية والجديدة الخاصة بعملية إدماج عقود ما قبل التشغيل، الخاصة باستدعاءات المسابقات، إعلانات التوظيف من مختلف الولايات وما إلى غير ذلك. نتوجه إلى موقع يوتيوب، ثم في خانة البحث نكتب مستر صلاح. في قائمة النتائج سوف تظهر القناة هي الأولى، القناة تسمى مستر صلاح أخبار الساعة للتوظيف. نقوم بالولوج إلى القناة، ثم نقوم بالتوجه إلى قسم الفيديوهات. عند قيامك بالتصفح في قسم الفيديوهات ستجد كل الأسئلة والاستفسارات والأجوبة الخاصة بعملية إدماج عقود ما قبل التشغيل والمسابقات وكذا التوظيف إلى آخره. يتوفر أيضا الأخ صلاح على صفحة في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. نذهب إلى About، ثم نذهب إلى الأسفل قليلا، ثم نضغط على فيسبوك. هذه هي صفحة الأخ مستر صلاح، تسمى أخبار الساعة للتوظيف والمسابقات. ستجد أيضا هنا الأخبار الحصرية وجميع الأخبار الجديدة الخاصة بالتوظيف والمسابقات والإدماج وما إلى غير ذلك. إذن هذا كل ما كان في حلقتنا اليوم، في حلقة قادمة إن شاء الله. يرجى الاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس والضغط على زر الإعجاب ليصلك كل جديد. السلام عليكم.